ساحة كاتالونيا من المحلات السياحية برشلونة. أنا الآن في الحي القوطي في مدينة برشلونة، وهذه أحد القلاع القوطية القديمة اللي نحصيها ما شاء الله. شوف الجارة ما أدري المكان في اسمه فندي جميل حقيقة. أنا السوق متفرع من شارع الرمبلة، لا يفوتكم، ترى فيه حاجات وفواكه وشيء رهيب بصراحة. فظيع. كل حاجات يعني أكلات لذيذة، أهم شيء الفواكه اللي عندهم، وأسعارهم بصراحة مرة أسعارهم حلوة. شايفين يعني هذا صحن الفاكهة في يورو ونص. أنا الآن في برشلونة في أشهر شارع في برشلونة اللي اسمه شارع الرمبلة. هذا شارع طويل وكبير وجميل جدا حقيقة، وفيه كثير من الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات. هو شارع حقيقة متفرع منه عدة شوارع. أي زائر لمدينة برشلونة يعني لازم يجي هذا الشارع، لأنه هذا الشارع هو الأساس في كل حاجة، وجميل حقيقة في النهار وفي الليل. تيجي في النهار برضو جميل، وتيجي في الليل برضو جميل. ولاحظوا انه فيه كل حاجة تقريبا، فيها كل حاجة، الكافيهات والمطاعم. وانا الحين ماشي هذه المحلات التجارية والهدايا والتذكاريات والاسكريم. وفي شارع متفرع منه، شارع فيه محلات تقليدية اللي هي فيه الفواكه والعصيرات، واسعار حقيقة جدا جدا جميلة جدا هناك. حتى هنا في كارفور ماركت. الكريمة اللذيذة حقيقة جدا جدا، لا تفوتكم. هذا كمان كذا مطعم حلال، في مطعم اسطنبول في اوله، وفي مطعم اسطنبول في اخره. هذا برضه مطعم اسطنبول، شايفين يعني في مطاعم حلال في كل حاجة فيه. ما زلت طبعا هنا في شارع الرمبلة، هذا في التقاطع. طبعا هو شارع متفرع من عدة شوارع. هذه المحطة ممكن تصلها هنا عن طريق كاتالونيا، محطة كاتالونيا تجي هنا تجيبكم هنا بالضبط في النص. هذه ساحة كاتالونيا تستمر منها، تروح يمين تروح يسار، ما شاء الله تبارك الله. ساحة كبيرة عريضة